مازال مازال هذه البداية مازال مازال وزير بلا قرار يا العار يا العار وزير بلا قرار يا العار يا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا اللقاء هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم جاءت يعني نتيجة التضييق اللي نعيشوه اليوم، وهو تضييق غير مسبوق في عهد حتى وزارة التضامن الوطني، تضييق لم نفهم لحد الآن سببه. هل حتى شكينا باللي ما عندناش اعتماد، حتى شكينا باللي احنا نقابة غير معتمدة، لدرجة أن التضييق وصل إلى درجة كبيرة لم نستطيع تفسيرها من الناحية العقلية ولا من الناحية المنطقية. هذا اللقاء اليوم جمع إطارات النقابة الوطنية المستقلة اللي هم الممثلين تاع كل الولايات تقريبا ولايات الوطن للتنديد بهذا التضييق الذي مورس علينا، والذي درجة وصل إلى درجة عدم السماح لنا بعقد الجمعيات العامة الانتخابية. وعندنا حتى الوثائق موجودة الآن، عندنا الوثائق القانونية التي رسلنا بها كل المسؤولين للسماح بعقد الجمعية العامة دون جدوى. هذا التضييق عقبته رسالة إلى السيدة وزيرة التضامن الوطني وإن طلبنا فيها لقاء استعجالي، ولكن لم يتم الاستجابة لهذا الطلب. صامدون صامدون أين أنت يا تبر؟ صامدون صامدون أين أنت يا تبر؟ صامدون صامدون أين أنت يا تبر؟ هناك مطالب اجتماعية ومهنية للعمال تأخرت وتأخرت وتأخرت. مراجعة الاتفاقية الجماعية توكلت سير القرض المصغر، مراجعة الاتفاقية الجماعية توكلت التنمية الاجتماعية اللي هما من 2012 اللي أكل عليهم الدهر وشرب، ولم يعودوا لائقتين ولم يعودوا يستجيبوا لاحتياجات ومتطلبات العمال، سواء من حيث الوضع المهني الاجتماعي أو من حيث العملية التقنية في عملية العمل. مراجعة أيضا القانون الأساسي لقطاع التضامن الوطني الذي يعتبر من القوانين الجد مجحفة التي مست هذه الفئة من العمال التي تقدم تضحيات جسام وترافق الفئات الهشة في وتتكفل بكل شرائح المجتمع. العقود محدودة المدة تاع 5 ساعات تقريبا، القطاع الوحيد في الجزائر اللي مازال يعمل بهذا النظام تاع عقود 5 ساعات. طلبنا منحة قطاعية لقطاع التضامن لأن هذا القطاع توجد البلاد هذه في كل المناسبات وعماله يقوموا بتضحيات جسام. طلبنا يشمل الأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية. طلبنا أيضا تعديل قانون الإطار والسماح لإطارات القطاع بولوج المناصب العليا سواء في الوكالات التابعة للقطاع أو في مؤسسات التضامن الوطني، لأن هذا القطاع نتيجة تغييب عماله عن المشهد التسيير وعن مشهد صنع القرار في هذا القطاع أصبح لا يملك هوية مهنية. هذا القطاع يعيش تحت وطأة، في حالة ما إذا استمر الانسداد سيعقد المجلس الوطني دورة استثنائية. احنا نظامين أجل عمل، الراتب صغير 500 قل من 500 شبكة، عنده دراري صغار ما يجيب له ما يكفلوش المعيشة، ايه عنده زوج، عنده صوم بوكو، واحد يهدر واحد صوم بوكو، قال لك عندي انا نسلغي 500,000 ما تكفينيش المعيشة، عندي دراري. هادو هما اللي لازم تشوف لهم. قال لك نجتمعوا مع بعضنا لأجل باش يزيدونا صوالح.